بعض النقاط للتوضيح زايد على اللي قال هو. بالنسبه قبل ندخل الموضوع نجاوب الاستاذه فدوى، المغرب ومن ورائه الجزائر ومن ورائه قياده البوليزاريو عرف ان قضيه الصراع على الصحراء الغربيه قد حسم نهائيا لمصلحه المغرب. واحد ما يكذب عليك، الجميع بما فيها الجزائر، الرئيس موريتاني السابق اكدها في لقاء رسمي مع جريده فرنسيه على ان لا امريكا ولا اوروبا تريد ان تكون هناك دوله بين المغرب وموريتانيا. اذا هذا تاكيد على ان حلم البوليزاريو وحلم الجزائر اقامه الدوله في الصحراء هي فقط مجرد دعايه يستغلوا بها ذوك الناس اللي في المخيمات باش يبقوا يتاجروا معاناتهم ويعيشوا على حساب معاناتهم ودمائهم ودموعهم لا اقل ولا اكثر. حتى الناس في المخيمات عارفين على القضيه بالنسبه للصحراء، حسمت صحراء مغربيه ولا اللي يبرق المغرب من الصحراء ولا اللي يخرج المغرب من الصحراء هذا في حلم، وحلم عندنا احنا في الصحراء نقول له حلمه مهمش، راك من تجروا حتى في الصحراء سووا عندنا ذاك الحلم في شويه من الاخلاقيات ما قد نقولها غير سووا الحلم مهمش تضحك على الحقيقه. هذا بالنسبه لقضيه الصحراء، والجزائر واعيه بها، لكن الجزائر ما دامت شاده الناس في المخيم خاصه ديرونج المغرب، حتى في المنتظمات الدوليه وحتى في الدول الاوروبيه معروف على القضية أكل الظهر عليها وشرب. نرجعوا للمرافعة. المرافعة هو اللي خاص كل الشباب يكون دارها في راسه وتستغلها الغرب، الغرب بحكم عقليته عند مشين قالوا تقرر المصير. وهذا راك مع لقاءات البوليساري والجزائر. وأوروبا تقرير المصير شيء مقدس بالنسبة لهم. لكن هل فهمنا نحن قدرنا نحن نفهموا هذا اللي هضر عن تقرير المصير على أن الصحراء لا يمكن فيها تقرير المصير لانها اصلا الهامها معروفين، هذه الاولى. وحتى اللي جاب الاحصاء الاسباني ديال 74 جات فيها 85000 صحراوي تقدر تحدد المصير، لكن ياتنا ما ننسى وهذا خاص يوضح على ان في الصحراء حاليا في الصحراء فيها 240000 من الشمال خلقوا في الصحراء وقراوا في الصحراء وتوظفوا في الصحراء، تقدر تنتقل المصير في الصحراء وهذا الناس ما ما ما, ما تحسبهم صحراوي. منهم هذه البنت تلقات لي قبيل قالت لي انا دير دكتوراه عن الصحراء مزدادت خليها بداخلها، تقدر تقرر المصير صحراء بدون 240 مغربي خلقوا في الصحراء وكبروا في الصحراء وثقموا في الصحراء وتوظفوا في الصحراء، الصحراوي اكثر من احنا كاع مشينا للحماده الصحراء فوق 40 عام ما نعرفوها، اهالينا واولادنا اللي في المخيمات كاع ما يعرفوا الصحراء، اصبحوا اقربهم الجزائر منهم الصحراء. اذا هذه القضيه تقرير المصير يجب ان نعرف الطريقه اللي نوضح لهم بها عن امكانيه استحاله تقرير المصير بحكم الساكنه، بحكم من سيشارك في تقرير المصير. ثانيا هذه الفكره تاع الصحراء، الشعب الصحراوي جابتها غير الجزائر. احنا في بدايه الثوره كنا نقولوا سكان الساقيه الحمراء وواد الذهب. بعد المسيره جابت لنا الجزائر الشعب الصحراوي. علاش الصحراوي؟ الصحراوي اللي في تشاد، في تندوف، في بشار، في العبادله، في موريتانيا، وفتحتها خلاتها موسوعه على كل ما كان صحراوي. صحراوي ماشي جنسيه. نحن هذو اللي في الصحراء اولاد الساقه الحمراء واد الذهب. تقول لي انت الشعب الصحراوي، الصحراوي راهو بشار، وراه في العبادله، وراه في مالي، وراه في النجم، باش يوسعوا يقول لك اللي كاع صحراوي، لا لا لا، صحراوي المعني بالصحراء هم اولاد الساقه الحمراء واد الذهب، لانه حتى الان في المخيمات اولاد الساقه الحمراء والذهب يشكلون 30%، والباقي شي جاي من تندوف، شي جاي من الشرق، شي من العبادله، شي جاي من صحراء موريتانيا، شي جاي من صحراء النيجر، شي جاي من صحراء مالي. اذا تعود هذه القضيه واضحه، لانه من هو الصحراء؟ وين جات كلمه الشعب الصحراوي؟ ما كاينش شعب صحراوي، كاين سكان الساقه الحمراء والذهب ومعنيين بالامر. ماشي الصحراويين اللي ما هب ودب يقول لك انا صحراوي. وهذه نقطه مهمه انه تقرير المصير ما يتصح لان الساكنه غير محدده، والنقطه الثانيه على ان هناك اكثر من 240000 صحراوي من التل، لكن خلق في الصحراء وتربى فيها وكبر فيها وقرا فيها وتقى فيها وتوظف فيها، تقول له قرر مصير الصحراء وتخرج هو منها، ما سي با بوسيبل. ونعرف واحد صاحبي كولونيل المغربي كان في الحرب في الصحراء، ولاده كبروا في بوجدور وقراوا، ولما عطاه لا ريتيت قال لهم يلا نروحوا لمكناس، لا قالوا احنا مكناس ما نعرفوهاش، نعرفوا غير الصحراء ما لناش خارجه منها. وقال لي عشت مشكله معهم ما خرجوش منها، قال لي في بوجدور وانا عاد نجي نسلم على مكناس ونرجع لاولادي في بوجدور. اذا هذا يقول هذه صحراويه، انا قلت له انا 40 عام وانا عايش في هذه البلاد، خلقت فيها كبرت، تقول لي انت
قرر فوق راسي ما كاين شرك. الاول هذا تقرير المصير. ثم كاين حقوق الانسان يركبوا عليها بزاف البوليزاريو والجزائر تركب عليها المنظمات الدوليه. حقوق الانسان شيء مقدس بالنسبه لها، لكن خاصني نعرف بحالاش نتكلم عن حقوق الانسان. اولا لما نتكلم عن حقوق الانسان، الانتهاكات الصارخه لحقوق الانسان بالنزاع في الصحراء الغربيه، نكون واقعيين، المغرب كانت عنده 850 اسير صحراوي في قناه مكدون دون مكدس، البوليزاريو كانت عندها 650 مختطف في سجون سريه البوليزاريو، اكدس ومكدونه كان فيه بويا وخوتي ثلاثه، وسجون البوليزاريو كنت انا فيهم. اذا فعائلتي هي العائله الوحيده اللي مشات ضحيه السجون نتيجه نزاع في الصحراء الغربيه بين المغرب والجزائر. لكن لما انحلت المشكله وتلاقيت انا مع عائلتي وحكاوا لي عن سجون قناه مكدونه، اسمحوا لي نقول لكم على ان قناه مكدونه تعد فندق خمس نجوم مقارنه مع السجن البوليساري. لان البوليساري كنا في قبر تحت الارض، ما تقرا ما تكتب ما تبكي غير التعذيب، ولا القبر حتى تموت ولا تنجب. اذا هذه الاولى. النقطه الثانيه، المغرب كان شجاع لما تلقهم اعترف لهم وطلب الاذن منهم واعطاهم تعويضات وفي ما يعرف بالمصالحه. البوليساري حتى الان والجزائر حتى الان ما قدروا يديروا مراجعه ولا يعطوا الناس تعويضات. لما زيرنا الجزائر في جنيف وفي المنظمات الدولية أعطات البوليزاريو 150 مليار دينار، وقالت لهم حلوا فرقونا مع هذا البوليزاريو، فرقونا مع هذوك ضحايا الرشيد، الرشيد هو أكدس ديال البوليزاريو، هو مقولة ديال البوليزاريو، فرقونا مع أصحاب ضحايا الرشيد. قاموا وعطاوا شوية لواحدين معاهم تما، والباقي داروا في جيوبهم حسابات البنكية، ولا حلوا مشكل ولا حزنوهم، مازالت القضية قايمة حتى الآن في المخيمات. إذا ما قدش بوليزاريو يستخدم ضدكم حقوق الإنسان ما تطرفوا الطرف. وأهم شيء، أهم شيء في إطار حقوق الإنسان، هنا في العيون وفي الداخلة كاين صحراويين ضد المغرب وضد الوحدة المغربية، ياكلوا في المغرب ويخلصوا في المغرب وعندهم جواز سفر مغربي ويمشوا للمخيمات ويسبوا المغرب ويسبوا الوحدة الوطنية ويرجعوا محترمين مقدرين في طائرة الخطوط المغربية من طنجة من 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 الجزائر للدار البيضاء للعيون، ما يقول لهم واحد ولا كلمه. هذه كاينه، هذه كاينه في البوليزار ولا في الجزائر. حنا غير لما قلنا لهم هذا الفساد في البوليزار خاصه صح نحاولوا البصر وحرموا لنا ندخل الجزائر، بينما هنا هذه قمه حقوق الانسان. ما كاين اي دوله تلقى واحد فيها ضد الدستور وضد الوحده الوطنيه وكل شيء ويمشي يتفرج يخلص الدراهم المغرب وياكل مع المغرب ويمشي يسب المغرب في الخارج ويرجع هو يضر في العيون والداخل. كاين حقوق انسان اكثر من هذه، وهذه يجب استغلالها، لان ما يقل البوليزار ما تقدر تحكم المغرب ولا تتوجه المغرب حقوق الانسان، لان عندنا قمه حقوق الانسان. هذه نقطه اخرى هي قضيه استغلها البوليساريو زياره الوفود الاجنبيه. الوفود الاجنبيه لما يجوا المخيمات يديروا واحد القضيه عاطفيه يسكنهم تحت الخيمه مع الناس، شوف مساكين راهم لهم 50 عام هنا، خرجوا المغرب من بلادهم ضربهم برصاص بالطيران وراهم مساكين عايشين تحت الخيام ومتحملين 40 سنه من اجل الاستقلال والكرامه. ولا شابين نصراي اللي ما يشوفش يدخل مساكين، اعوذ بالله، ان هذا حرام، هذا جريمه، هذا ماشي انسانيه، هذه ماشي. لكن الحقيقه هو على انه هذوك النصارى اللي كانوا يتاثروا بهذاك الجانب العاطفي اللي دار البوليزاريو في المخيمات اللي منهم كتب له رب زار الصحراء تخلع. الصحراء وين عايشين بها في الضيافه؟ ها؟ واخر واخر شيء مستورة. شافوا الناس عايشين بامتياز، هم في الصحراء، هم بالجزر، هم في العلم. اذا هذاك الاستغلال ديال البوليزاريو واللي الجانب العاطفي للاجانب من خلال زيارتهم للمخيمات باش ينعتوا لهم على ان المغرب وعلى ان الناس تعاني نتيجه ظهور المغرب، هذا الشيء اللي خاص ما تبقاش. ونسهلوا دائما لاي حد من الاجانب يزور المغرب، لان نعرف كثير من الاسبانيين كانوا مع البوليزاريو 100% لما زار العيون قال لهم الله يلعن ولدي بغات تكذبوا علينا. رجال العيون خاص صحراويين عايشين بامتياز واكلين شاربين قاريين ما خاصهم والو حدا بلادهم حدا البحر، وانتم حابسين الناس في الحماده 56 درجه حراريه. هذه نقطه خاص يركز عليها. النقطه الاخرى هو وهذه خاص الدوله المغربيه تعتمد عليها، هو استخدام الصحراويين في الدفاع عن القضيه. كل انواع المجتمع، وانت يجيك واحد وتعطي كارتيه وتقول له وتعطي ضربه وتخلي، لا هذاك استخدمه، هذا كان يامس عنده فكره عن البوليساريو، خاصه عنده فكره للدفاع عن الوحده الوطنيه المغربيه ويعرف باش، لان اي واحد من البوليساريو ما يقدر يواجه واحد من خط الشهيد. لماذا؟ لان نعرف قضيه البوليساريو، نعرف انتهاكاته، نعرف فسادها، نعرف ظلمها، نعرف سرقتها، نعرف كل شيء.
يقدر يتواجه مع مغربي اللي ما يعرفش الحقيقه ديالو، لكن ما يقدر يتواجه مع صحراوي. اذا هذه القوه الصحراويه الموجوده على المغرب ما استخدمهاش كيف تستخدمها. واخر مثال مثلا لقاء اللجنه الرابعه في الامم المتحده، ما جاوا لها اي واحد من الصحراويين، عادوا الجزائريين استغلوا مرتزقه مغاربه ويعطوهم الدراهم باش يجوا اللجنه الرابعه باش يتهجموا على المغرب، في الوقت اللي نحن عندنا عشرات الصحراويين عارف القضيه وعارف البوليزاريو ويقدروا يتكلموا في اللجنه الرابعه ويوضحوا للجزائر والبوليزاريو دعاياتهم ضد القضيه. اذا بالنسبه لي القضيه عندنا الميكانيزمات الشجاعه والقويه والامتنان اللي قدوا ندافعوا بها، خاص فقط نعرفوا الطريقه اللي قدوا نواجهوا بها هذا الشيء. وشكرا لكم. نعم. هذا كبير سيكون لها مع بعضها. النقطة الأخرى قضية اليهود وفلسطين واستخدام على أن المغرب علاقته زينة من اليهود استخدامها، نظن ما أكبر شيء هو داير راية فلسطين ولا راية المغرب، ها هو قدامنا معناها أنه مغربي ومع فلسطين. المشكلة ماشي هذيك، المشكلة هو على أن اليهود المغاربة اللي في إسرائيل سيبقوا مغاربة لأن الجنسية المغربية لا تدخل بالتقادم. إذا هذه خاصة نديروها واقعية، وعندهم ديك العلاقة والرابطة الباعة ما بين اليهود اللي في صويرة و الأسرة الملكية الحاكمة في المغرب. إذا ما يقدر حد يغيرها حتى إلى عاد وزير الدفاع في إسرائيل، هو يبقى مغرب. والمغرب ما يقدرش علاقته تاريخية مع اليهود اللي هما أصلا مغاربة قبل يكونوا إسرائيليين. بالنسبة للكلام قلت لك أعوذ بالله من أنا، هذه الحكاية اللي حكيت لكم معاناة درتها في كتاب. وكتاب سميته مجتمع البيضان. البيضان تقال لمن يتكلم بالحسانية. وجدت فيه صراع في الصحراء من المرابطين حتى آخر مؤتمر تاع البوليزاريو وجاب لنا إبراهيم غالي، جابت لنا الجزائر إبراهيم غالي هذاك دارته رئيس ديالها بالتفصيل والتدقيق. وهو مازال ما انطبع لأن لا أريد طباعته في المغرب، لأنه لا تطبع في المغرب لا يقول عنها غير الدعاية المغربية، لأن بغيت نطبع خارج المغرب. وان شاء الله لما يتبع سيكون له ما بعده، لان جاب هذه الحقائق بما فيها من اعتقالات وتعذيب وسجون. جبت فيها حتى بحلاش الجزائر كانوا يقتلوا الدراري الصغار باش يبيعوا الكلاب ديالهم للجزائر وفرنسا بالاسماء والارقام. هذا فقط بالنسبه للصحراويين والمغاربه يحذروا الصحراويين. هذه القضيه، هذه القضيه اولا نتيجه دعايه البوليزار والجزائر. والنقطة الثانية خاصنا نعرفوا المغرب دولة تاع قرون. نحن الصحراوي ما عمرنا عرفنا التنظيم السياسي غير 1970، والدولة ما عمرنا عرفناها حتى 1975. مجموعة من البدويين تربطنا علاقات قبلية تابعين لبلنا وغنمنا. الأرض معناها الأرض لله والماء والمطر للجميع. هذه علاقة التعامل، هو القانون كان عند الصحراويين. إذا باش أنت صحراوي وأنت مغربي دولتك فيها 14 قرن وأنت تعرف القانون وتعرف الدولة وجيت تتفرج الدولة وهو كاع ما يعرفها، خاصك تتعامل معاه اللي نتفاهموا على أن الدولة راهي دولة، والدولة ماشي هي القبيلة، والدولة راهي تنظيم، والدولة راهي مؤسسات. الحسن الثاني رحمه الله كان واعي بهذه القضية لما عين لرباس الله يرحمه، عينوه رئيس محكمة النقد في العيون، قال له أشرف هذو الناس راهم ما يعرفوش الدولة ولا يعرفوا القانون، حاول تتعامل معهم بالعقليه اللي تفهمهم وترغبهم في بلادهم، ما تفرجهمش على بلادهم. ولما يكون الاستثناء في القانون وفي العداله معناها على القضيه قضيه خاصه، وهي الطريقه للتعامل مع عمل الحسن الثاني باش يكسبوا الصحراوي، لان النزاع كان حول هذاك اللسان الصحراوي. المشكله في اللسان الصحراوي ماشي في الارض، لانه كيف يقول لك التاريخ يهاجر والجغرافيا لا تهاجر. ولهذا كان كيف قال لك الحسن الثاني، قالها البوليزاريو في مراكش، قال احنا حقيقه شدينا الصحراء لكن ما قدرناش نكسبوا قلوب الصحراء. لهذا اي خلق بين صحراوي يستغلوا واحد ثاني. اذا نحن نتعاملوا مع الصحراوي مغاربه بغينا ولا كره، لكن تجي في 75 عمر شاف المغرب تقول انت مغربي والدوله المغربيه والقانون، شكون يعرف القانون؟ شكون يعرف الدوله؟ ما عمر سمع بالدوله. اذا هذه الطريقه ذكيه من الحسن الثاني في اطار التقابل مع الصحراوي حتى نعلمهم عنها، كاين الدوله وكاين المؤسسات وكاين القضاء وكاين السماء، ماشي القضيه تاع الفوضى تاع الباديه. هذا للتوضيح. بالنسبه للاعلام، لكن لم يكن حتى واحد الإعلام لنجاحه يعتمد على الموضوعية والمصداقية. إذا كان إعلام ما فيه موضوعية ومصداقية ذاك إعلام فاشل،
علام للدعاية، علام تسمعوا الليلة وتمحيوا ده لقلبك حتى واحد. تمك علام اللي هي جريدة مغربية كبيرة، ناس راكد بكبرها مولانا إبراهيم غالي تم اغتياله اليوم في الرابون. ما الفائدة؟ ما هذا؟ مش علام هذا؟ هو ما يحق إبراهيم أنا كنت معه أمس. وهذا ناسين في وسائل الإعلام الجريدة رسمية مغربية تكتب على أن إبراهيم غالي تم اغتياله. هذا النوع من 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 هذا مش إعلام، هذه فوضى. هذه يعني ما الإعلام الحقيقي هو يعتمد على المصداقية والواقعية في تحليل الأشياء. وكيف قالوا الإخوة الإعلام المغربي ديالنا حتى الآن الرسمي والتلفز خاصة يتناول الموضوع بدون حساسية، ما تكون عنده حساس. نعطيك مثال، هذه إذاعتان، الإذاعة اللي يفتح المغرب التلفز اللي يفتح المغرب في العيون، هذه وكانوا المغرب وكان المغرب عرب حريش يستخدمها ضد البوليزايو، كان يهلك الجزائر والبوليزايو. ما عرفوش بحال يستخدموها كوسيله تلفزيه تصنت لها الناس في المخيمات في موريتان، لانها تتكلم بالحسنيه، عدلوها كانها فقط اذاعه تاع لا بريمير ملحقه بالاذاعه الرسميه الوطنيه اللي تخطي. لا لا لا، هذيك ما ندخل كاع بين هذيك اذاعه تلفزه هاجم بها ضد اعداء الوحده الوطنيه اللي باش نوضح لهم ندخل خيامهم نقول لهم الحقيقه هي الصحراء والناس مسارة شنو هي وديانها وصالها وامورها باش نكسب الناس ونتكلم مع الناس ونخلي الناس يسلموا على اهاليهم في المخيمات. درك لما يتكلم حد عندهم، كان عندهم برنامج في التلفزه ديال العيون اسمه تبليغ السلام، لما يحب واحد يسلم على قريبه في المخيمات يقطعوا عليه. ونحن في 1988 درنا برنامج في الاذاعه تاع بوليزاريو سميناه السلام عليكم، فقط باش نكسبوا الناس صحراوي في المنطقه. واحد يجي يسلم على ابوه في العيون وعلى اخوه بجدور ولا خالته بالداخل ولا خالته، وعاد الناس ترغب تسمع الاذاعه، ماشي الاذاعه باغي تسمع شكون من اهاليها يسلم عليها. ووسط هذيك الرغبه للسلام نخطوا احنا الميساج ديالنا. اذا هذا هو خاص تكون التلفزه ديال العيون بهذا الاساس باش تعرف الطريقه اللي دافع بها على القضيه الوطنيه. اذا الاعلام المغربي بكل صراحه ما زال بعيدا ان يكون اعلاما واقعيا وحقيقيا في اطار الدفاع القضية الوطنية ومواجهة دعاية البوليزاريو والجزائر. السلام عليكم.